آية واحدة وضحت، والآيات كثيرة وضحت من هم الدعاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من يسير على هذا المنهج النبوي على ما جاءت به هذه الآية فهو من الدعاء إلى الله ومن العلماء، إن لم يكن فلا والله. ما صدر من سلم سب ولا شتم، ما صدر من السب ولا شتم ولا تنكيت ولا عيب ولا ما يخل بالمروءة. والإنسان يسد عن نفسه الأبواب، أبواب الشبه، ويقول أسألك يا رب السلامة وهو عالم. الآن الراسخون في العلم، مع أنهم راسخون في العلم مع المتشابه، من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما ظنكم بالعلماء؟ فما ظنكم بطلاب العلم؟ فما ظنكم بالدعاء؟ فما ظنكم بعوام الناس؟ انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، كتاب الله. عند مالك في موطئه: وسنتي. سر حيث سار الكتاب والسنة على ما فهمه سلف هذه الأمة تنجو وتعرف من هو الضال ومن هو المهتدي.